خليج الملائكة الموجود في قنطاوي سوسة تباع بعشرين مليار الرجل أعمال. القصر هذا كان على ملك رئيس الجمهورية أسبق زين العابدين بن علي. اليوم فما مطالبة يقول لك هذه فلوس الشعب. أكيد فلوس الشعب، أكيد فلوس الشعب. بالله سمحني، هو كان القنطاوي متاع سوسة، هنا ماذا بيا الحكومة متاع توا الحكومة بصفة عامة، وين مشات فلوسنا متاع سيدي الظريف؟ يظهر لي الناس الكل شفنا شنو فيه سيدي الظريف، قصر سيدي الظريف وقصر توا تحكي لي انت تاع القنطاوي، باي وين مشيت فلوسنا؟ ارث بن علي زاد تباعت لتركيا. هي سامحني، ارث نتاع بن علي، تحب نحكي لك حكايه؟ ارث بن علي هو نتاع بن علي، ما خليه قطع ولا وفلوس لقى هذيك نورمالمون للشعب. وين؟ سامحني ويني؟ احنا توا التلقيح نتاع الكورونا قاعدين لله يا ربي، هاو من الصين، هاو من روسيا، هاو ترى شنو ولله. فين مشيت؟ بالله العظيم الواحد قريب يندبوه في وجهه، بالحق نحكي معاك. ويني ويني يا بنتي تهلكت البلاد، احكي لي انت على فلوسنا، تي سايي تونس سايي بركت، وان شاء الله الارض اللي احنا توا نمشيو عليها ان شاء الله تخلينا نتعداو. بس اسمه هذايا اللي عمل فيها تلاف الكرامه، قل لي مخلوف، قل له جيب لنا فلوسنا، موقع البترول وملح ودرا شنو، قل له جيب لنا فلوسنا. زعيم كان يضرب في النساء ويسمع في الكلام في النساء، يسب في اسمها هي عبير موسي، يسب فيها يا اخي. نساش كون انتخبها عبير موسي، قداش من واحد انتخبها عبير موسي ويجي يسبها ويسمع في كي سبيتها هي، تسبيتنا احنا، احنا انتخبناها 10 سنين يا ابو قلب، 10 سنين وين ويني 10 سنين البطالة والجوع والقمل والمرض والدنيا والسرقة، صغارنا يحاكموا، صغارنا يحاكموا فيه، سامحني، صغارنا اللي مشيت، صغارنا اللي مشيت اللي يحكموا عليه ب 17 سنة و 30 سنة على خاطر سيجار وزطلة. شكون جابها الزطلة؟ تي ما هما جابوها، تي الزطلة تدور في الحبوسات. شكون جابها الزطلة سامحني باش انت تحكم على خاطر سيجارو يحكم عليه 17 سنة؟ وربي معانا مع تونس، على خاطر الواحد قريب يندب، يهبطهم حيار على تونس، وربي معانا الناس الكل. سمعت بالقصر اللي تباع ب 20 مليار؟ منك نسمع، والله منك نسمع، والله خاطر ما قالوهوش يظلي على القنوات، ما قالوهوش جملة. فما قصر خليج الملائكة في سوسة كان متاع بن علي قبل، تباع ب 20 مليار. مليار؟ ايوا الباقي علاش ما يعطيهوناش نحنا للشعب وللشباب يكملوا يقويوا طموحاتنا واهدافنا في الدنيا؟ طموحاتي عندي برشا طموحات، طموحاتي اني نولي يكون عندي مرتبه باهيه في القمه من الفوق، واني نحاول اني يكون عضو من البلاد ونبدل جزء صغير من البلاد اللي هو ماهوش يمشي بالقدا. سمعت بالقصر اللي تباع ب 20 مليار؟ منك نسمع. خليج الملائكة في سوسة قنطاوي تحديدا تباع ب 20 مليار. هي شنو هذا؟ شنو الاستفادة لينا نحن؟ كي تباع ب 20 ولا كان سوا 30 مليار. الأموال هذيك بتبيع باش تمشي للدولة. والاستفادة الأكبر هو رئيس الجمهورية. الشعب منسي. وتي هي بركتي نحن معناها تي نحن خدم يخدموناش. باش يتم الفلوس هذه باش يقول لك يفرقوها على الشعب. كلام فارغ وفارغ جدا. الموضوع هذا اكل يهمك جماعتك ما يسمى في الطبقه العليا. نحن في الطبقه السفلى تي فرانك ما نشوفوش. فرانك ما يهمكش الموضوع؟ ما يهمنيش خاطر ما بيحكي يهمني شنو الاستفاده منها كشعب، مانيش ما نحكي شخصيا معناها، فهمت؟ يهمك كان الاصحاب معناها الطبقه العليا اللي هي معناها مهمه ياسر، مهمة خاطر هذيك باش تاخذ منها اكيد، باش تهز منها الفلوس هذيك. 20 مليار راي ريت 20 مليار راي بالحق يعني معناها يصير الاستثمار، راي تحل 2000 حومه شعبيه، 2000 ولايه. راي 20 مليار كي انت كي تعطي مليار فقط الى لكل معناها مثلا ولايه القصرين ولا باجي يحل معناها مشروع لجماعه البطاله، راي نقول لك حاجه، راي نوصلنا لحاله
راهي بطاله معناها نقول لك 80%، رايك حتى تكمل قرايتك معاش معناها صعيب ياسر باش تلقى معناها خدمه، حتى باش تكمل قرايتك يقول لك تعدي مثلا تعدي كونكور ولا حكايه بالمعارف، فهمت؟ و 20 مليار معناها ريت بالحق 20 مليار كان يستثمروها اقسم بالله من نولوا معناها الحمد لله. ماهوش هو نتاعو 20 مليار خذيها رجل اعمال قالوا يخدم بترول ولا شنو يعيش لبرا وكل، ما ماهوش سومو هذاك، هذاك السوم نتاع يمكن 200 مليار 300 مليار ولا بالحق، خاطر شيء اللي فيه شيء يرعب. وهما يجي يقولوا 20 مليار على شكون انا العبيد ولا بالحق ما نعرفش انا، ولا اللي خذاه قريب من اللي يحكموا توا قريب ليهم الكل مش حسبوه له بالسوم هذاك. ثاني ليش نحل الامور هذه بباب مليار بزوز مليارات باربع ما يقلقنيش بطبيعته، يعني ليش حتى شيء بالنسبه كم باب مليار كم يتباع باربع كم يتباع 20. فما برشا توانسه يقول لك على ملك الشعب يسمى. ايه في بيننا ذيك وانا نتباع باكثر بمليار اثنين ما يعنينيش نحن كيف كيف. علاش ما يعنيكش؟ كيفاش باش نرجع الماء؟ كيف باب باش يزوز صحات باب مليار باش يزوز صحات باب 20 باش يزوز صحات ونحن زوال ما بالطبيعه مش شنو نربحوا منها من باب ب 100 مليار ما نربح حتى شيء، باب ب 20 مليار مش نربح حتى شيء نحن. نحن الحالة نفسها دي بور فالوريزي معناها إذا كان باش تحط سوم فما خبراء، أنا ما نعرفش أنا نتصور في المزاد سي سور راهم حطوا بري معناها سوم بداوا بيه ومن بعد اللي زاد خذاه. التقصيرات بالنسبة لبن علي راهم برشا في تونس من كيف وأنت ماشي حتىش الدوز حتىش القصور الصيف موجود عنده برشا قصورات. على كل مش حقه ولا حقه، احنا الشعب احنا حقنا احنا هذاك، حق انا كشاب وحقك انت كشاب وحق الشاب هذاك وحق كل واحد في تونس ان فلوسنا ترجع لنا، الفلوس المجمده في الخارج فلوسنا احنا هذيك. بون كما ثروات مثال ماهيش قاعده توزع بصفه معناها بصفه نتاع عدل باش يصير هكاك بالنسبه للقصورات والحاجات الغاليه في تونس، مش باش يعطيوها حقها باش كما اي بلاد. ما ظهرليش ثم بالمجد قصير هذا وتباع 20 مليار خذاتهم الترويكا مالا، مهما حاجه تباعت في ال 12 و13 خذاتها الترويكا هكا ولاو مليارديرات. كي تباعوا فهمت علاش يبيع فيهم راس الاعمال هذوك نتاع الدوله نتاعنا نحن هذوكم راه فلوس الشعب هذوك فلوسنا لان هو بيد القصر نتاع الشعب راه راه ما ثم حتى رئيس في العالم فهمت يملك قصر هذه نحاها هذيك فهمت ملك الشعب وكيف باش يتباع فهمت يمشي شكون هذا السيد اللي خذاه هذا شكون منين ونحب نعرف هذا منين خذاه هذا وكيفاش عمل كيفاش ما عندوش ينبقى له دروا باش ياخذوا ما له غدوه ياخذوا سيد الذريف نتاع باب بن علي وغدوه ياخذوا فهمت نتاع سيد هذاك انا بدي نعرفهم خدمت فيهم ورتريتين منهم وخدمت في كرتات القصورات فهمت تقعد حل مالك كملوا نتاع عند راهم زاد يكملوا زاد نتاع عند راهم فهمت يكملوا الاخرين هذاك راهم نتاع الشعب هذاك نحب نعرف شكون بالله سامحني رئيس الجمهوريه رئيس الدوله شكون يباعوا شكون اعطيني انا كان جيت كان يجي قدامي رئيس الدوله ولا نقول له فلان ما عندكش حق باش تبيعوا قصر خليج الملائكه ولا الطياره التركيه اللي كانت على ملك الرئيس الاسبق هذه الكل حاجات نتاع الشعب نورمالمون اي نتاع الشعب لكن الرئيس الاسبق خرج ب 300 مليار دونيسير رابحه 3.5 نمو ريت النهج هذايا انا ولتونس النهج هذايا مالي 3 نتاع الصباح تلقى الصبيه قاعده غادي حتى حد ما يكلمها وقت بن علي توا اللي راجل وبنيته صحيحه السبعه ما ينجمش يدور خذا الفلوس نسابوا سراق البلاد كانت عايشه كانت لاباس عليها. يلزمهم الفلوس هذوما اللي يوليو يعني تابعين للشعب التونسي يلزمهم يتحطوا في الخزينه العامه ونقدوا بهم مصالح اخرين ونقدوا بهم برشا حاجات وما ما نعرفش نحن تو 20 مليار ما نعرفوش عليهم وين مشى هذا اللي كانت تبيع القصر. ها صبار وين مشى؟ على ملك الشعب مدام. اي على ملك الشعب، على ملك الشعب شكون انت تقول على ملك الشعب؟ ويقولوا حطيناهم على ملك الشعب، اعطينا دي بروف، اعطيونا حاجه تدل اللي هو الفلوس هذيك اللي تحطت على ملك الشعب، اما هما اللي
يتبيع منه الفلوس يقسموها مع بعضهم من هنا، خاطر الرويند الكل تكشفت كل شيء تعرف وعرفنا الدنيا الكل، ما عادش باش نجموا يعديوها على الشعب التونسي. هو ساعة شوف شكون اللي خذا القرار باش يتباعوا، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية على خاطر هما قاعدين نستغلوا فيهم ولا ماناش قاعدين نستغلوا فيهم؟ إذا كان ماناش قاعدين نستغلوا فيهم دونك زيد، وإذا كان نستغلوا فيهم معناها وفما شكون معناها نورمالمون ثقافة ولا ما نعرفش شكون الوزارة اللي لاهي بالحكاية هذه، نورمالمون يوظفوهم، إذا ما نجموش نوظفوهم باش يتباعوا. هو إذا كان عنده رمزية ما يلزموش يتباع راهو للأمانة. أما إذا كان بون شكون تباع؟ نحب نعرف اللي حصل شكون تباع؟ رجل أعمال في سوسة. اي دونك اذا كان الفلوس هذيك مش تمشي في حاجه نتاع مصلحه والقصر هذاك ما يدخلش فلوس، كان نجم نوظفوه وندخلوا به فلوس على معناها على مده طويله يمكن. اما اذا كان شبقه مطيشه هكاك دونك من المستحسن ندخل به فلوس وتمشي لبلاصتها، زاد الفلوس هذيك ما تمشيش في ما لا يعني. الشعب التونسي هذا الشعب راه تعب بالرسمي 10 سنين و11 سنه، انا واحد من الناس عمري 26 سنه، عندي معناها 6 سنين قراية بعد الباك وما شفت حتى شيء، لا من الدولة لا من الرئيس لا من حتى شيء، ديما عاملة لروحي. وريت أنا معناها عامل معناها عامين معناها بيولوجي في ليسونس أبليكي أون بروتكسيون دونفيرونمون، معناها بيولوجي أبليكي لونفيرونمون في المنار، بعد عامل بريباراتور فارماسي، وتحية بالطبيعة للناس الكل اللي قراو معايا أما وتو نعمل راديولوجي في اليونيفرسيتي سنترال الحمد لله. أما قلت لك معناها إن شاء الله يعطيونا حقنا في يوم من الأيامات، ورسالة لكل واحد في تونس إن شاء الله الثروات تتوزع بصفة معناها متاع عدل وترجع لنا فلوسنا ويرجع حق الشعب، يعني حق الشعب اللي نهبوه واللي سرقوه.